يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوكس ذو لقو اذيقتاي وحي لكونا حجري سرادي عد عيد مدوباتك يدي احمد مدوباتك مرنوا اسبابها نفلوه كو انتقالاني مرنوا اليسو حقا لقو اقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وحي لكونا حجري سرادي عد عيد مدوباتك يدي أحمد مدوباتك وحشاقه يلي وحا وناكسا وصلنا إنو قفقو ديريو استاقيدا أفر طاهر لبدر رقع دود قراد ودي آخرين تودة تسبيحة ركوع دي سجود دارا إنو دارا إيا أيام ونكسن وقيام كهورة فاتحة الدبدي استاق كهورة فاتحة الدبدي وحو آخرين إيا يعني سورة البقرة أما وح كله أما قدر كذا هدي أنو هكا تشيرين ونو أقونين حتى كتاب وقفك آخرين كرا إنو حافظي وحافظ لضايدي وما كتاب خلق آخرين كرا isaga labaad laba boqol oo aayadood oo suuratul baqara kamida ka saddexaad boqol iyo konton aayadood oo suuratul baqara kamida inta laga akhriyo ka afraadna boqol yacni suuratul baqara laga akhriyo qadarkeed malay gaar waxay leedahay ka hore suuratul baqara ka labaad suuratul cimraan ka saddexaad suuratul nisaa ka afraadna maa'ida waanay markaa isku dhow yihiin wuxuu markaa ركوعه يا سجود قدر بقول آيادود أو سورة البقرة كمذا كلماتنا مركا سديدا كصديحاتنا تضواتا كأفرادنا مركا كنتن سيدي عادي يا هيد مركا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أيها الرنى يا مركا كتوسيدا وحنا مركا أريندا توسينا يا حديث بخاري يا مسلم يورينا إيان ابن عباس لقى ورينا يا وحو لا يا انقصبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم adeed waxay mudowatay waqtiga rasuulka markaa soo tugaaday dadkii ayagu la jiray fa qama qiyaman tawila nahwan miqrad surati albaqara deedna isaag dheer ayuu saaga u dhaw akhrinta surati albaqara kadib waa rukuu rukuu dheer kadib madaxiisa ayuu kor uga soo qaaday waa isaag dheer oo isaagii hore ka hooseeyay kadib waa rukuu rukuu dheer laakiin rukuucdii hore ka hooseeyay kadib waa sujuuday kadib madaxiisa ayuu kor soo qaaday waa soo toosay isaag dheer ayuu isaagay laakiin isaagii hore ka hooseeyay kadib waa rukuu rukuu dheer rukuucdii hore ka hooseeyay kadib waa sujuuday kadibna salaadii ayuu ka baxay iyadoo cadceedii faydantay رواية بخاري ومسلم يورينا يا عائشة اللي قورينا يوحو تلامي أنه قرأ في القيام الثاني استاق اللباد قرار دير أو قرادي هوري يعني أيو مرهاك استاقيو أخري حقا توسيدة ركوع دانا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أيو يلي سجودها أيضا ديرين تودا وحيكو صارتين حديث بخاري ومسلم يورينا يا كسوف الشمس يمركو تلمامي فصلى بأطول قيام وركوع وسجود أبي موسى وحو الله يا وحو قدو يستاقي ودير ركوع دي ودير سجود دي ودير ما رأيت وقطو يفعل في سلاتي وأنا أرق ولي سقو سلاتك سمي حديثك عائشة سعيد البخاري عدو هوري فسجد سجودا طويلا أي سجود طلباتنا ثم سجد هو سجود الأول تي هوري أكله يعني سجودي أو ركعة من كهو سيسا أي مركعة ين السجودة ما ركعة ركوعا قد ولا سجود سجودا قد كانت ولا منه كذا يريولا لكن فرق اللبس شو هذا حي اعتدالك أيوم بان مركعة لديرين أي يدادين وعمرك الشيخ ولذي تاني صلاة المدوبات وركعة تاني والله مركعة ضد
وكلا هاتين اللبضان مذكا سانا حوض وحي كوبتي ركوعين لبرق عدو قومتين هي اللي بيستاق يصنوا وحنا لسنية تدويل اقتراء القومات أي تدويل قراءة القومات قراءة هي أخرين دار يقران كاللقو أخرين يستاقية إن دير أيها لسنية وصبعة الرقعات وتدويل صبعة الرقعات هكذا رقعات ركوعها أما يعني ركوعها تسبيحه هذا مركز إما يغنى الديرية للسنية والسجدات يسجدها ركعات وركوعه والسجدات والجهر كرقاد أيا للسنية في قراءة الخصوف دي أحمد وباتك وصرها صدقيد أيا للسنية في الخصوف مذباتك العيضة وخطبة تانية للسنية بعد هذا الجمعة وصيد جمعة أخرى قدم كانوا الرئيسي على فرد فر الكورسي بوقت وسعه واسع نقضي وعشيخ لي هي وحل السنية إن قرد يا أخرين دا صلاة دي أحمد وباتك خر لو قاضم صلاة عد عد مدباتك نحوص لورده لأنه وحي لي من دوا الليلية من دوا النهارية أصل قول الصلاة الليلية أنا وين خر لو قاضها بينك أصل يا صلاة النهار يا مريت تقدر وين كر هوس لوديكو وحنا عديد بخاري مسلم رينا أنه جار في صلاة خصوف في صلاة الخصوف بقراءتي صلاة خصوف قرادي أي الله جاري ترمذنا وحوك وريني الصبر صلى بلا النبي في خصوف لا نسمع له صوتا أيضا وحودي أنك سبحين إمام النووي مركا وحيري waxa lagu jamcinaya israar quraacad ciid madobaad bay heejari gunaad day ahmadobaad ayay markaa ahayd waxa kale oo la sunayaa buri laba khutbo oo ka dambeeya oo sidii jumcada oo kala xagga arkaanta iyo xagga dhageysiga waxana wanaagsan dadka tooba iyo khayr inuu ku baraarujiyo iyo inay sadaqo bixiyaan qaflada iyo moogaantana inay iska ilaaliyaan masalada kale waalanka hadlay waxa weeye hadii ay kulmaan madobaad adceedeed iyo faral cayn iyo haday kulmaan sida jumco kale ama day ahmadobaad iyo day cisha iyo kala kulmay ama day ahmadobaad iyo jumca ayaa kulmay waqtiguna labadaba waa wada qaadaya waxa markaa wanaagsan buu leeyahay inaad salaada madobaadka aad horaysiiso laano ayada ayaa waqtigeedii tagayaayo haday deeday ama aad iska cadaato waa tagtay loo la qalayn maayo en waliba haduu kusuub marka jumca ka horaysi waxa yiraahdaan waa inuu fudaydiyaa khutbadii marka jumcada ayuu marka akhrinayaa waxaanu ugu banbixi marka khusuuf geena ayadana waa ugu banbaxayaa haddawna marka hal khutbo mu ka dhaxaysiinayaayo tii jumcuma marka bilaabintu salaada marka tukado laakiin biwaqtin wasi'a wa waqti wada qaadayo waasac noqday hadduuse ka baqanayo inuu faralkani tago faralkanu horaysiinayaa dibadda madobaadka ayuu tukanayaa hadii uu deesi jiray wali madobaadkii وعلي والجار أيا للسنية في قراءة الخصوف دي أحمد وبعد كردي سين للا شهروا أيا للسنية وسر سريس أيا للسنية في الخصوف مذوبات كعد عيدا وخطبة تاربة للسنية بعد هذا بديد كل جمعة قدوة الجمعة أو كلاء قدمه الرئيسي على فرد فر الكو الرئيسي بوقت في وقت وسعه واسع نقضي لبدو ذبا باب صلاة الاستسقاء روب دونتي سلاد دي أيوب بابي هاي الاستسقاء وطلب السقيا وراب دوري دي دي أيال غير هذا حق الشرعي لطلب السقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها وعلينا دونيد وراب يأدون مضو على كدونان مرك يوبا هذان أما روب يراني دعضو أما عيلش قلاني بيلاني دعضو إن الرب دونه عديد نبي صلى الله عليه وسلم كسقناتي أيانا وأسرى
سي حديث يا بخاري مسلم باي ورينيان خرج النبي الى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب الرداء وصلى ركعتين وعو تلمامي انو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بنانك لو تكري او بحي ديت او روب دوني قبلة قابلين قوي سنة وحقيك لو رقي لبرق عضودنا واتكري waxaa ugu fudud bay ilaadaan in duco iyo alla bari ilaahay la bariyo lagu roob doono waxa ilaadeen waxa marka ugu dhaxdhaxaysa salaadaha dawada iyo khutbada jumcada iyo in lagu roob doono waxa ugu fadliga badan ama ugu dhamayska tirana waxa weeye waa salaada iyo khutbada banaanka loo baxayo lagu tukanayo وعشاق لي رحمه الله تعالى صلاك عيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والاعتاق والصيام ثلاثة والرابع الأيام قل صلى واتكن معنا يصلي كعيد سيدي عيد وكل أوتكن بعد أمر الحاكم حاكم كنت فريد بدي بتوبة إلهي إن لو توبت كانوا ورد للمظالم وحيالي مظالم هاي لك لقلي العليين والبر يا صمفل والاعتاق يا ضم حرين والصيام يا صوم ثلاثة صدح للصوم والرابع الأيام ما الماء ما لند أفريس ما الماء ما لند أفريسنا فليخرجوا هبحان ببذلة التخشع ببذلة مريه شقادة التخشع مع التخشع اسخشوعين هلبحان مع رضع كوي شقي ورتع كوي داغي وركع وذياش ركوع صلاة وعشاق الله رحمه الله تعالى وتكريا وإمام جهرت وحلا صنيا إنو ضدك فرقفك مسؤول كاقود إيدك مسلمين تا إيميش جوك أمه دحضاه إنو ضدك فرقين إي توبت كيران وحي معاصي أي كتوبت كيران لأنه وحر ما نزل بلاون إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ذنب مي ما عقوبة ما تمادو إلا معاصي أي كتب هذا وما رفع إلا بتوبة وحنا لو كري إلى توبة إلهي الله توبت كيرو إلهي الله نقضي وحفر يا وحي مظالم أي كالقلين أما ها تديك أما ها تعرض أما ها ها تمال إن يسوع عليان لأنه مركز يالا رجالي يا إن لا أقبلوا يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ترهرا تلقى يا ربي إن دميلا ويديس أو توبت كان صمد مركز إله إذن صفر الدوناي صماريض مركز تا أيض متى ليه waxa weeye sida marka ay isu dhacaysay isu boobaysay isu direyso ayaa haday abaari ku timaadana waxa weeye roobku haynoodo inoo kaadi markaas ay marka bal wax idi gaado waydu arkee roobku haynoodo aba la leey oo inta yar haday xataa yar kala fadhiisan inta kala fadhiisataaba waxa weeye intaana roobka isla sugeeyaan markay roobka marka ilaahay u diinaa isku bilaabaya laana waa ummad dagaalun ku jirta waa uma dhulku ka badan yahay oo haddana lagu ciriiriyay waa ummad wax liyaaliye wixii ummadii ku midoobi jirtay haday tahay midab haday tahay af haday tahay diin haday tahay madhab ilaahay uu siiyay waxay ku heshiinaysaan aan jirin waa dagaal khaasumay ku jirta dadka kaba yaraateen way istabar jareysa pakistan tii aad raha yani gamtay isu joogsid dad markuu baqtiyay meel kale aad dogob ka qiiqay waagi dilacan xadiyo diin la sheega yani waa maalin walba halkaas ay ka qaraxdiyay halkaas ay laba reer isku haystaan ayuba taagan marka hadii la roob doonayo la doonayo in ilaahay ka aqbal ilaahay baa inoo naxariisanaya dad ilaahay unbaa naxariistiisa ilaahay inagu siinaya inagu naxariisanayaa waxa weeye madaalim nacelin mayno cirdi iyo maal iyo wax walbana waanu sii dhacayna waanu sii leynaa waya xilliga ay ugu darayd baa imika islaynayeen
ومن بقي ذلك سويريس معاصد وصابت أبارها ضاعدنا وصابت بركوين ولو أن أهل القرآن مروا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض صدح ما المود أيو فري أين يصومان أنت أنا يبحين ما أنت أفرادنا وصوم يانو أيو مركا صومان أي يبحيان لأنه صوم كان مركا نفدي أيو ليلي قلبي أيو كوكو مركا قار أهان وحسنا هو اسكو حريا روب دون ده إيه صوم كمتشرو لكن وحي ليهين سي حديث جاي إمام ترمذي والتلمامية ثلاثة لا ترد دعوتهم صدح دعوة ده لما علي قفقة صابرين تكافرية إمام قاعد يا قفقة لدلمية أما الدعوة ده قفقة صومان إيه والد كي مسافر كي والله أقبلها ده إسكي صون هدير لقول أمر كاسيد دعاء ده الله هو أقبله ده وحبال الله ما دمين أما شيء بدعاء الله ما إيمانين marka maarinta afraad ayaga oo sooman ayay u baxayaan banaanka hadayno soomarinay ciidi in marya cadcad lagu baxayay hadayno soomar ee waxaan leeyahay jumcadi hadii ciidi mariyay quruxda badnaan la baxayay halkan fi siyaabi bidla waxa lagu baxayaa mariyahi shaqada mariyahi lagu shaqeynaya ayaa lagu baxayaa يعني لا يسخرحين ما هي ولا يسودين ما هي لكن قف ويس نظيفين يا شرقي سوون نظيفين يا وعذين يا وحي قرها ويس كتير يا مالين تاني مرقا مالين قرح هذه ما هي ومالين ويديسي يا يسود اللي كده وحلا دون يا قف ولي بين بنان كا فريزو إلى يوسف مسكينيو مرقا وحول الله بحيا بذلة بذلة أنا نسأ غرق يا ذلني ما أيوك بحي ببذلة مريه شقضة التغشع والتوامع التغشع يعني خشوع سواء مرقى قفق خشوعين أو خشوع مرقى يسكرد أيو بحي أما بذلة التغشع مرقى بذلة هي مرقى يعني سدك هي مرقى عندي لحري بدلدي خشوع ده أيو حرن يا مرقى مريها وانو خشوعي محل صاريا وحل صاريا أبو يلي أرورتي ناس كشقي سي حوله داقي يي أضي إسلامه سوقا سبي ركوع سنا لأنه كوا دعاء ذا أي حق إلهي أجيب دوقدو وي وي كقل بجاسين عرتي يرنا واحد بيلين مترو هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم حديث يا بخاري وحاولا يهي مياه ليدكو أرزاقا مياه ليدكو قرقارا إلا ضعف دين مويان حديث بيهقي الطبراني يورين أيان إن يا رجل الله ربضاني ولو سرد قيسا لضعيفة يعري لولا عباد لله ركع هدي أن يجري أدوم إله يوسوقا سوري وسبية الرضع أرور يرير الناس كتغ وبهايم الرطع إيام ما يران داقيا عذاب كي بلاد والله يدك شو بلاها بره كواس أيا يعني حاليا يسلو ذقيليا أو عرورتي أو وحلا وحي أو شعديت كلا ترى قدني ورينا يو مره غير كود بعدت كوحلا ونا حديث بهايم تاي ما يران كا نبي يقول عنا شيء سيد طارقوني وريني النبي نبي هذا كمدي إنه رب دانو بحي دوا ترى وح أركي قران شو دبر خاين تي وجه فسات إمر كا أدي ماذا كرو تاج تي وإلهي بري إيسا ولا خلق من خلق كبار نهي إلهي ونور ربي مكسول يرجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة قران شو ذا رجال اللي ذكوا أشي به إسكان نقض بالطبران يا حاكي طارقون يا حاكي بحديث كورينية اللهم إنا خلنا أن تقوم ترزقتنا إله يو خلقي خلقي يا كم دبان رزقا جرى كم أرمي ما ينو هنجو هلاجين ذنوب تمرك بين آدم وعي جرى يان هنجو هلاجين ساسو كلا إله يدبر مرقى وحول الشيخ صلى يصلي وتكري كعيد سيدي عيد وكلا يوتكن وحقا تكبيرها دي وحي لم يدقون إيسا ومرقى سيدي عيد وكلا أي لم يدقون إيسا
si xadiidka Tirmidhiga ay warinayaan Abu Daawud iyo Nabigu waxa u baxay ilaa Isqa isagoo markaa istuulaynayo istawaaducinayo oo Ilaahay soo dhuligaya ilaa musallaha tagay kama rasuulin ducad iyo tadarruc iyo takbiirti hatta salla ragcateen kama yusalli al-eid soo markaa ciida u tukanayo kale ilaa u tukaday markaa sallaaka ciida in saaciido kale ay u tugalaya bacda amri al-hakim hakim gudu faray dabadi bi tawbatin ila tawbat keero waradi lil madalimi iyo wax madalimta in loo celiyo wal birri iyo marka birri iyo sabafal wal i'taq iyo adoom xoreyn wa siyam iyo soom thalathata saddih la soomo wal rabi ala ayami maalmaha tooda afraysa ee ku afara fal yakhruju habba han bi bidlati takhashu'i yani iskhushu'i badladeed hala baxaano maryihii marka bidlada siyaabul bidla waa maryaha siyaabul miina layda maryaha shaqada atagashuu waa maca tagashuu yaa iyagoo iskhushuucin maca rudacin waxay bixi kuwii naaska jaqayay isagu la jiro wa rutacin iyo xoolii daaqayay wa rukacin iyo dadka waaweyn ee soo rukucsan wakhtub kamaa fi lciidi biistibdaarin wabdili takbiira biistikfaarin wakhtub khudba aakhri kamaa fi lciidi sidii ciidda oo kale باستبدار مع استبدار يأذيه قبل ذا ود وجهدين وأبدل التكبير تكبيرتنا واحد كبد شاب استغفار استغفار كبدل وحشاق أوليهي وحكى الله سنيا إنو آخريا إمامك اللبا خطبة ضد واللبا دي خطبة عيد اللم إذا حق أركانتا إساقوا أوليبا dee qibladana u dabar jeedinaya dadkana qaabilaya oo dadka ayuu soo qaabili sida markii xadiidkii uu tilmaamayay Abu Daawud iyo ay warinayeen waxa uu laakiin yani markaa khutbada labaad ducada ayuu markaa ula jeesanayaa bay ilaadina sunnaa inuu markaa ula jeesto xagga qiblada waana marka uu go'ana uu rogayo laakiin wuxuu yiri khadiibku takbiirtii khutbatay al-ciid wuxuu ku bedelayaa istighfaar astaghfiru allaha alladhi laa ilaaha illaa huwa al-hayyu al-qayyum wa atuubu ilayhi taas ayaa marka waxa ay leeyahay xaaladda yacni u laayiqa waliba istighfaartana wuu badsarayaa istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil asamaa calaykum mudraara aada ayuu badinayaa ducaana markaa ducada markaas uu ilaahay markaa ka roob doonayana iyadana wuu badsanayaa ducooyinka markaa culimadu afraa badan ay sheegaan ayuu markaa ku ducaynayaa فليا واخطب خطبة أخرى كما في العيد سيدي عيد أوكالين باستدبار نساق ومركا ودى بجهدين أي قبلة دي أو بمعنى دلك سوق قابل أي وأبدل التكبير تكبيرتنا واحد كبدشا باستغفار استغفار أي مركا تكبيرتنا وكبدل أي halka waxa uu sheekhu inooga baxay ee salaadihii markaa dee qofku inta uu nool yahay uu tukanayay qofku marka uu dhinto wixii markaa iyadana u waajibayay ee salaadu ay ka mid ahayd ayuu halkan markaa sheekhu inoo galayaayo dee iyada ayuun bay raaciyeen baabul janaa'izi janaasooyinkii ayuu u baab yahay جنازة وجمع جنازة أما جنازة ميت كمركة ونحش ككتشرو أي الله إله ذا وعي الشيخ والغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهد والهدم والمبطون والحريق وعي الغسل ميرد
يو تكبير كفند يو الصلاة عليه تكشل تكذو ثم الدفن آسدي مفروضات كوالا فرد يلا كفاية فرد كفاياها. ومن شهيد يقتل لدل شهيدا حالو يحي في معركة الكفار قال هذا دقال كذا لقد لا يغسل لما يديهم ولا يصلى لقد كان مايو بل على الغريق كي غرغومي وال لقد كان والهدم هدم هدم وضرة جلبه والهدم كي معناها ميل كدن دي كوص لنتي والمبطور يكي على الحنون لنتي والحريق يكي قبتي أيال لقد كان أيام. وعشيخ الله رحمه الله تعالى دور مسألة أيها القناة وقهد الله إياه ومسألة كوالاد ميتك إن لما يرو إن لكنفو إن لقوتو كذو إيا إن لآسا وفرل وانا فرض الكفاية قفق هدو قف مسلم هدنتو إن لما يرو إن لكنفو إن لقوتو كذو إيا إن لآسا وفرل وانا فرل دتك ودنا فرض العين وصارن ما هي وفرض الكفاية أو دتك المسلمين تا يعني عدك ميدي هذا يسوي سأنتي كلا وقت عيان هديس عدي أنا يسمينن عدي أوجاتي لما أنت دواكو ذا دمبابة يسام قال إسايقاس إلا قلت كن مايو ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولقيها كنت كن بالي لكن والله إسكا قرين كرا هدي مركا على إسكا دوميرا والله إسكا قرين حشيش كرا والله قدرين كرا. هل كوشاق لا يهي ثم الدفن يعني واحد لقى مرمانا إن صلاة لقاه الرئيسي أسان صلاة يوكاله الرئيان ما يريد أوقاه الرئيسي إسوا الله ما يريد لقوبة تنكر ساد رادي دقف با ميل قول إن ديونه كنتك وين دقاء تورت إن لما يري إن لما يري كفان دا صلاة دا كوحيكتا كد من آسي دا كوحيكتا لما آسي كرقف إسوا الله كنتك لكن هذه الله آسابا لما صفق يا قبر يا لغوت غير يا فرل خلاص ساسيو كدعيا هل كان وحو شيخ ولي قفقا اسغو شهيد لغو ديرا دغالكا غالدا سبا سبدي سكميدا ايا لغو ديلين يعني دغالكا غالدا اسغو كجرا يو ديري كاس يا شهيد لا يراهداي سب سبها دغالكا كميدا بانو غو دينتاي قال لما ما يريو لغورت كان مايو حتى هدو جراب الله يا مايو وين عيد لما مايو لانه حديث البخاري نبي صلى الله عليه وسلم امر في قتل احد وعفر ان لغوا سدي غودا لما ما يريو لغمنت كان ولم يغسل ولم يصلى عليه لغمنت كان. حديث امام احمد وحوري حميرين ابو يري ما هي إلي جراحة إذا هو عيديك سمارت قيامة إسيقو ديك مركا إسيقو مسكي سو أوريا أي مركا الله سو ساريا ننجي حنظرة من رأي بإمارات يوحود لدري إسيقو جرابة النبي قمام ميري وحنو رأيتهم ملايكة تغسلو ملايكتهم ميري سأيا مركا هذا هو إنه شيئي قال يا الله ما يريوب وحلا ما يري بنقف كي قرقامي أبي مرك الله صو صاري والله ما يري لأنه إنه نقوم ما يدنا أي أفر الله يعني بياب الله صو صاري محيط كم يري لما أورانا يوم كي أي مالك دنتي كي على الحنون كودن تي كي مرك جبتي وأكو الله إلى هذا الشهيد في الآخرة شو هذا صدق حبايبي قايبيانو بدو عن شهيد في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة شهيد بكوياهي معناها الدنيا شهيد لما يلي ما لكم في ما لقوت كان مايو آخرنا شهيد بكوياهي وأواب المريض شو هذا هريه وكجارة الدجال كجارة كل انتي يسقوا إلهي كلمة يسكرها نقطة دجال مايا بدو على شهيد في الآخرة الدنيا آخر شهيد قال لكن الدنيا ما معنى الدنيا ولا ما يلي ولا لكم في وقور وناش هيجي آخرة مك أبو حلي يأجر جيش هذا لكن الدنيا ده دي سيدي دوسك عادي قاوي نورق من أول مرة ناوين كنتو كرينا مدى واحد شهيد في الدنيا
الدنيا مشاهدة آخرة واحد مرة دواء غفقة دقال كتيرة يا مقري ما ودا قال لما يا أما يستوسو دا قال لما يا أما يسوع عرّي يود بتشهدي لا تدلي كوا عليه وشهيد في الدنيا ما يني من كل تكمن لكن آخر واحد مم يلا لا يكتيس مرجع وعو الشيخ والغسل ما يريد والتكفين يكفن فن كان في دي والصلاة عليه كنت قشميت كلا قلت ثم دفن آسدي مفروضات قول لفر اليلوى كفاية فرض كفاية ومن كان يقتل لدنا شهيدا حاله يهيسه شهيدا في معركة الكفار قال امرك الدقال كي اللي قد لا يغسل لهم اليوم ولا يصلى اللي قد كان مايو بل على الغريغ كي غرقوا مي ايا اللي قد كان والهديم كي مركا ميلي كد دي دمي هستيد كد انتي ايا مركا اللي قد كان والمبطور كي على الحنون انتي والحريق ايا كي قبتي ايا مركا اللي قد كان وكفن السقطة والله أعلم هل كاهينه وقد شوقه.